هنا القاهرة، قام العدو في الساعة 1:30 من بعد ظهر اليوم بمهاجمة قواتنا بمنطقتي الزعفرانة والسخنة في خليج السويس بواسطة عدة تشكيلات من قواته الجوية، عندما كانت بعض من زوارقه البحرية تقترب من الساحل الغربي من الخليج، وتقوم قواتنا حاليا بالتصدي للقوات المغيرة. بالتزامن مع تحركات القوات البحرية ووفقا للخطة المرسومة، بدأت القوات الجوية الجاهزية العسكرية للضربة الجوية الأولى. تحركت الطائرات المصرية كأسراب الطيور الجارحة من شتى مطارات مصر الحربية. في تمام 2 ظهرا حلق أبطال القوات الجوية فوق أرض سيناء في مشهد سيذكره التاريخ طويلا. في غضون دقائق ضرب النصور ضربتهم وأصابوا أهم النقاط الحيوية للعدو. يوم السبت الصبح الساعة 10 قالوا في اجتماع في غرفة المحاضرات، تعالوا عشان في قائد لواء اجتماع. اجتماع يا جماعة النهاردة الحرب الساعة 2. الناس طبعا يعني فرحت، الله أكبر، والناس مبسوطة، ووزعنا الخرايط. دخلنا صالة المحاضرات اللي المفروض بنخشها قبل الطيران في التدريب، لقينا خرايط العمليات هي اللي بتتفرد كبيرة. قائد اللواء قال لنا النهارده مفيش تدريب، احنا طالعين عمليات. كان المشروع اللي احنا بنعمله كنا بنمثل فيه هجوم جوي ونقل افراد. في الضربه الجويه الاولى دي، ضربه السيطره دي، كانت مكونه من 220 طائره تعبر علشان تضرب النقط الحصينه ومراكز القياده اللي في خط برليف والقواعد قاعدة الصواريخ بتاعتهم الهوك والاحتياطي القريب الاحتياطي التكتيكي للعدو. فكان المصري شايف ان لازم الاول اتخلص من مراكز القيادة والسيطرة ثم مراكز العاقة والشوشرة واعمي الدفاع الجوي لإسرائيل. مركز القيادة الدفاع الجوي كان موجود في راس نصراني شرم الشيخ، وده كان مسؤول عن توزيع كل مهام الدفاع الجوي لإسرائيل في كل القطاعات. المخطط المصري حدد ده كهدف حيوي. طب ده بيديني ايه كقوات مهاجمة؟ ان العدو مش شايفني، يعني القوات بتاعتي دي لما تيجي تعدي هو هيسمع الأوامر اللي انا بديها للقوات، فبالتالي انا عايزه ما يسمعش اي حاجة. هو يتفاجئ ان انا بقيت موجود جوه المقر بتاعه او الحصن بتاعه او قدامه مباشرة. ال 220 طيارة اللي طلعوا دول طلعوا من أكتر من 20 ل 25 قاعدة جوية، يعني كلهم في نفس الوقت في نفس التوقيت على خط واحد على قناة السويس. ال 25 مطار دول اللي مثلا من اسكندرية لبني سويف اللي في الصالحية، أنا التشكيل بتاعي كان 3 دقايق إقلاع، بعد ال3 دقايق أبقى بعدي قناة السويس. في ناس كانت نص ساعة قبلية وفي ناس 45 دقيقة، لأن الطيارات سرعتها مختلفة، حمولتها مختلفة، يعني في قاذفات، في مقاتلات قاذفة سرعتها زي الميك 17 600 650. حصل انهيار للقادة أولا من المفاجأة ونتيجة الخسائر الأولانية. في أكثر من 40 طائرة أسقطت للعدو في أول يومين. الطلعه دي كانت طلعه لن تتكرر. اكتر من 95% نتائج طائرات الاستطلاع اللي عدت بعد الضربه دي لقت جميع الاهداف اللي كانت مخططه، قواعد الصواريخ، مراكز اعاقه، مراكز سيطره، مطار المليز. في بعض الناس كان ليها ضرب اهداف محدده في سيناء على طريق جاي من الشرق للغرب، جاي من يمه اسرائيل بيقطع سيناء بالعرض. لقيت عربيتين اتنين لوري إسرائيلي محملين أفراد. ده صيد بالنسبة لي يعني صعب قوي إن أنا أسيبه، يعني أنت واخد دوران بعيد عن التشكيل اللي أنا فيه،
ودخلت على العربيتين دول كل واحدة فيهم خدت 8 صواريخ. السعادة اللي كلها اللي حسينا بيها الطيران وهو راجع مش هو رايح، يعني إحساسنا إن كل الطيارات اللي راحت كلها راجعة تاني. كلمة أول الله أكبر اتقالت في الفرقة كلها من الطيارات وهي راجعة. ولذلك لما قائد القوات الجوية اللي هو حسني مبارك أرسل لنا الإشارة بنتيجة الطلعة الجوية الأولى في مركز العمليات الرئيسي القيادة العليا للقوات المسلحة اللي فيها الرئيس واللي أنا كنت موجود فيها، فقال عادت جميع طائراتنا سالمة. وقف الرئيس أنور السادات في غرفة العمليات قال طيب مبروك يا جماعة، ونظر إلى أحمد إسماعيل القائد العام ووزير الحربية اللي كان موجود برضو معنا قال له إلغي الطلعة الثانية يا أحمد. ראשית כל אני אשאל שאלה ראשונה, מה השתנה במלחמה הזאת מבחינת לוחמת חיל האוויר? אני חושב שהשינוי העיקרי שהשתנה בלוחמת חיל האוויר הוא בזה שהגורם שהתחיל זה היה הגורם האויב, ובזה הוא מנע מאיתנו את גורם ההפתעה שהוא גורם חשוב ביותר, בעיקר שמדובר בכוח עדיף שפועל מבחינה כמותית בכמות יותר קטנה נגד אויב, ואז מהווה גורם ההפתעה דבר דומיננטי.